سلسله صلاح. النهارده هنتكلم على all and whole، الاثنين ليهم نفس المعنى تقريبا، بمعنى كل ولكن استخدامهم مختلف. فهنلاقي ان الجمله زي Julie spent all of the summer at home، هنلاقي ان عندنا all جه في الاول number one، وجه بعدها that او determiner number two. اما في الجمله الثانيه Julie spent the whole summer at home، حصل العكس، فجت ذا الاول number one او determiner whole جت number two. يبقى اول فرق ان all بتيجي قبل ذا whole بتيجي بعد ذا. بعد كده ثاني فرق عندنا ان at و an او indefinite articles بيجي بعديهم whole مش all. فنقول مثلا she's eating a whole loaf، يعني كانت تغيب بحال اهي بقى تغيب، ما نقولش all elf. واخيرا عندنا ان all بتيجي مع uncountable nouns او الاسماء الغير معدوده، زي مثلا I drank all of the milk مش the whole milk. Thank you. انتظروني في فيديو جديد من سلسله صلحني. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير.